صوماليا مانتا وحيوبا هانتاي مدنمو وحيوبا هانتاي ودجير وحيوبا هانتاي اسكاش وعن سحسوسين يا شعب الصوماليات يا مدحة الصوماليات وربدين يا بريغين يا لك الشعران صوماليا يا اساسي مامور كنسيدو كوي سندي لصور دافي جيبي هانت هيدبا ديغانكا وحكا سعوني دغال يحد قدو أن ترى هاي وكي من يمامل كارميها جيسا هل كان دير كدب إلهي سبحانه وتعالى دقان داس نبت قلي السعودي يا حسلوني لحدي فبروري السنة دي تكتير لبضك استحيلاتك دوينا هكو دقان قبل الاس اس عين ويهو قامنا يان بلاحظة دقانكو وحيقو آنكو قارين يعني أساسان لذبدأوا التاقان معمول دعانا سيسكليهين وأهمية. أقص شنتي دي بانلوا دورتيني صاحب ضي إن أنا نقرنو حبني هو جامل لها معمول كعصب إيه دعانا داس كأهم لها. وحنكوني بربتان كشعب كإس سي خاتمه وحنكتشو بنا بربتان كشعب إس سي خاتمه وحنرتشين يا إنه وارد دونه بربتان كشعب كإس سي خاتمه. gobolada soo xaqad ay dhibaatooyin runtii qofka looga waramayo aan maraysan kareyn ay sida wax u dhaceen si kasto lagu faahfaahiyo waxa ka dhacay baraka waxa ka dhacay dumin waxa ka dhacay dil waxa ka dhacay burbur iyo dhaawac aan la qiyaasi kareyn bishii agosto 22-keedii kadib maamulka iyo shacabka ee si khaatuma isku duuban waxay meel iska dhigeen oo iska hor leexiyeen duulankii aragixisada ahaa ee lagu soo qaaday deegaanadooda magaalada la saano waraamu sheegay hadii lagu sheelo waa la sheegaa magaalada la saano waa magaalada kaliya ee Soomaaliyeed ee muddo 8 bilood si joogto ah loola dhacay madaafi arxandara hadii ay magaalo hore oo Soomaaliyeed ka dhacday هلا يا خصوصي وده سيدات بلوضة بس على ونمي لود مقيني النجو على ونمي ده نلوج يستوي وما تيرنا إنه بيلها الصومالي ندرس كان هاي هي شعب كثير وقوي يعني إيه الكلام ما تيرنا إنه وحن أثيرنا إنه أو جيستي أو لو راح سافر من دونا رجيم كا هرجيسة كأهمية أو هو الرأيو مسبيح إن السيدة نجت هاي وحن حقيقة إن الشيء اللي واتك يعوض مركي أن رجيم كي جبيني شعب كي أن أهل كهاي إن وحلوج يستوى أن علونه وكتشوك سلي سؤال من بحث كهاي أهمها أن حصيو وما حصيو هي تاني يدع وشرا لكن وحن دوني يا هل كان وإيمان تكون يهين ما لحد يسوى ماليه ذهير والبا لكن كي سوى ماليه وميل في سكين بيش عالمك ومال في سنساقتي إن أنا خصوصيو إن دادك يدبات اللو جيستي سيأي أدار إمان إن دباتو ذي الهدى حيو سيأي أدار إمان إن دبكي اللو جيستي الهدى حيو سيدا وحانو لأي حي إن كبادن صدح بقولو كن وقف باكا باركا عمي هذا الأسعار مركي ديال كده ماضي dadku waxay u baahdeen dib u dhisin bay u baahdeen burburkii dib u dhisbu u baahday waxa xusid mudan beesha caalamka qaybaheeda kala duwan waxa way yaraatay door ka mid geysan dib u dhijinta iyo dib u dhiskii dadka dhibaatada loo geystay oo guba oo ku cusub dowrka beesha caalamku ay ku leedahay Soomaaliya waxaan xusuusinayaa beesha caalamka oo ay ugu horeeyso SRSG ga Katrin online in dowkeedii uu maqan yahay dadkaasina ay sugayaan waxaan kala xusuusinayaa bulshada Soomaaliyeed in dhibaatooyinka halka ka dhacday la taageero lagu taageero in deegaanadaas ay nabad gelyo buuxdo helaan oo nabad la adkeeyo
لقاش قي سدين وقليه وقت له لها وحنا كان كهم بليين يا دولة بونتلان الحوين هذا يا شعب كده تاجر ذي لم يلوان كها أي كجيسين سدي دت كاسلوجة القاضي لها دبات ذي الوحي وحنا كلام هذا قي دولة فدرال كيا الصومالية مدحوين هذا هي حكومة وهجامين أيوه رئيس الوزراء حمزي وحنلاقي مدحوين حسن الشيخ محمود هي دولة فدرال كابا وأتكون مهتمين دور كي أتجي ستين صاف شريط دباتات كهاي ستين دستور كهاد يرتل يسكو هيو إلى ليه هلاقة تشرد وعلى قبعة أنا ومدي الصومالية هذا الشيء يتري ثلاثة سهلوات لما هذا لكن البرلمان كصومالي اللي ما دي ساقل وحن كبر قاعدين يا إن مركي وجوه رئيسي شايته وبش أي هاي آخر يلا بعدين كي بيشن أي لكشرنو جنوري أي أقون صدام حقوق الدستور جاه أي ليهين شعب ككرد قن قبل هذا إس إس سي خاتمه يا مامل كي اسم استان وحن لا يلا بعد أقلب وادم هتسنت هي وانا كبر قاعدين يا وحن هذا كي يكسر كوب يا وانك بحياة سومالي مانتا وحيب بانتاي مدنمو وحيب بانتاي ودشر وحيب بانتاي سكاش شعب تايز سيخاتمو حلوي قاني هادا نايو تاغيهين الى انت يا دورستا مدنما دقرنك سومالي او هايدو حي لو دباتي لو دلي لو بركي ولين واو تاغنا وحن سحسوسين يا شعب سومالي يا مدح سومالي وربدين يا بريغين يا لك الشعران قف في هذا الباب وحصل هذا القاضي بدي بعض القاضي وربط القاضي وحلم بده ذلك اللي كرتشر يجي للمه شيء اللي كرتشر مركب وحنا ذلاء بدي أنا ريان القاضي بدي جينا ريان الكرتشر أي نمد إسلامه أي نقرن أهانه أي نمر وسوي الجد وهذا هالسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.